السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا كيف تجعلين الرجل يغار عليك. هذا نزول عند طلب العديد من المتابعات حول موضوع الذي تكلمنا عليه سابقا، كيف تجعل الفتاة تغار عليك. من درنا الدراري خاطرهم، الرجال خاطرهم، ونديرو دابا النساء خاطرهم. غير هي واحد النصيحة يعني قبل ما نبداو الفيديو. الرجل لا يحب المرأة التي تثير غضبه، أو وحدة، أو يشعر بأنها تفعل شيء غير محبب من على قلبه. فإن أردت أن تحبي رجلا فعليك أن تحب تتقبليه كما هو، يعني بارد المشاعر أو قاسي. أو يعني بعض المرات تقدر الغيرة إذا زادت أكثر من الحد ديالها تقدر تحرقك. المهم انتم عارفيني في قناة جمال الفا، غنعطيكم بعض الحلول. الحلول كتكون شوية قاصحة واني افيكاس. غير هي كما قلت لكم، انك كتعرف تعوم راك ما غاديش تغرق. اول نصيحة، اجعلي خط هاتفك مشغولا باستمرار. فالرجل عندما يتصل بمن يحب مثلا ويجد هاتفها مشغول، فانه يعاود الاتصال مره وراء اخرى وراء اخرى. يعني تقدروا تلاحظوا هذا الشيء هذا. والوقيته اللي كيتطلق فيها الخط، يعني عندما يصبح الخط متاحا سوف يتصل بك. يعني ملي يتصل بك تحجبي مثلا، قولي ليه الصديقه ديالي كان عندها واحد المشكل وكنت كنحاول انني نساعدها، ولكن هو ما غاديش يصدق وغادي يبقى يلح عليك بالسؤال. في ديك اللحظه قطعي عليه المكالمه وغادي تلاحظي بانه غادي يعاود الاتصال. ديك الساعه قولي راه بقى عليا مشكل وهادي وهادي. المهم انا ضمن مشاكل. خروجي، النصيحة الثانية، خروجي واستمتعي بحياتك، ما فيها بأس إلا خرجتي من المنزل، خرجتي برفقة الصديقات، وإني لا تخبريه. وعندما يسألك تحجبي بأي شيء وحاولي أن تغيري الموضوع، وستجدينه يعود ليسأل في كل مرة ويروح عليك بالسؤال. قد يكون الرجل قد بدأت عليه علامات الغيرة، وهي الغضب منك يعني، والصراخ بصوت عالي، ومن الممكن أن ومن الممكن أن يرحل ويتركك. لا تحاول الاتصال به في تلك الفترة، اتركي حتى يعود بنفسه. قاس حد الشيء. ثالث حاجة، وهي أكثر حاجة احنا رجال كنكرهوها، أنك تكون جالس مع إنسانة وكل ساعة تقع هذه المكانة ديالها، هذه المكانة ديالها. يعني ثالث حاجة نصحك بها هي انظري إلى ساعتك، انظري في الساعة كثيرا وهو معك. لأنه في ديك اللحظة غادي يسولك، غادي يقولك علاش كتشوفي في الساعة ديالك، شنو عندك؟ ديك اللحظة تقول لي راه عندي واحد عندي واحد عندي واحد الأمر خصني نقوم به، لذا يجب علي الانصراف حالا. غادي سيتضايق في البداية، ولكن ان فوا انت غادا تمشي غادي تلاحظي بانه غادي يتبعك، غادي يشوف شنو عندك. المهم رابع حاجة واللي هي شوية قاصحة، امدحي صديقة، تكون قاصحة، امدحي حبيبة صديقتك امامه. اكثر ما يدخل الغيرة في قلب الرجل هو ان يرى محبوبته تذكر محاسن رجل اخر، فيبعث ذلك على الضيق والكبت. يعني هذه قاصحة. المهم يعني درنا الخاطر الرجال، عطيناكم حلول، النساء ما عطيناهم حلول. تعادل واحد لواحد. كان هذا هو الفيديو ديالنا. مشى ليا الصوت، مشى ليا البرد. كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساوش ديروا جامع الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. بارطاجيو الفيديو، ما تنساوش ديروا اشتراك على القناه باش تشوفوا الفيديوهات ديالنا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. للتوصل بكل جديد على قناة جمال ألفا، المرجو الضغط على هذا الجرس الموجود هنا وتفعيل هذه الخاصية والضغط على انغوجيستخي، وستصلك جديد فيديوهاتنا على مدار اليوم.